السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه وجهاز زجاجية Structural Glazing مركبة في فيلا خاصة لأحد عملائنا الكرام. طريقة التركيب الخاصة بهذه الواجهات طريقة ميكانيكية Mechanical Fixation. يتم تركيب الزجاج مباشرة على فريمات الألمنيوم العمودية والأفقية بدون ظلف بواسطة تركيب ميكانيكي مباشرة للزجاج على الألمنيوم. يتم تركيب الزجاج بواسطة براكتات بين الزجاج والفريمات مباشرة. يكون فراغ بين قطعتي الزجاج 15 ملي، ومن ثم يتم تركيب باكابرود أو الفلين على شكل دائري فلين دائري المقطع قطره 15 ملي. يتم وضع ماسكينج تيب أو تيب ورقي على حافتي قطعتي الزجاج لكي نمنع خروج السيليكون إلى خارج حدود الفتحة بين قطع الزجاج، ونحافظ على جودة عالية لاستقامة السيليكون في الفتحة أو التجويف بين قطعتي الزجاج. ثم يتم تركيب السيليكون داخل تجويف بين قطعتي الزجاج أو الفراغ بين قطعتي الزجاج. ثم يتم إزالة الزائد من السيليكون. وتسوية السيليكون بحيث يصبح أملس. ومن ثم يتم إزالة الماسكينج تيب والتيب الورقي كما نلاحظ الآن. هذه خطوط السيليكون بين قطع زجاج الواجهة بجودة عالية جدا، ملساء بنفس مستوى قطعتي الزجاج. الآن يتم وضع السيليكون بين قطعتي الزجاج المركبتين على كورنر الواجهة.
على زاوية 90 درجة،